خير يا كيزي، النهارده هحل معاكم، هات ورقه وقلم وحل ورايا ومعايا الحاجات الاسئله اللي انا هشرحها دلوقتي وهنراجعها مع بعض. اول سؤال عندك بيقول لك اكتب كلمه بها حرف. هو مديني في السؤال ده ايه؟ حرف، حروف هو مديها لي وانا هحل كلمات احنا حافظينها وعارفينها هنكتبها في النقط اللي هو مديها لي. طيب اول حرف ده حرف ايه؟ برافو عليك، ده حرف الجيم. طيب ايه الكلمات اللي احنا خدناها فيها حرف جيم؟ هي زي كلمه ايه؟ ها برافو، دي كلمة جرس. ايه هي حروف كلمة جرس؟ جيم را سين جرس. يبقى احنا هنكتب هنا في الحروف دي كلمة جرس. تاني جيم را سين جرس. طيب اديني كمان نقطة اهو. ايه تاني يا كيش؟ فكر كده، ايه تاني؟ كلمات ايه تاني؟ برافو، كلمة جمل. ها كلمة جمل ايه هي حروفها؟ جيم ميم لام جمل. دي كلمة خارجية يا كيجي، وانت بتكتب الكلمة ملي نفسك. تاني بقى كلمة جمل، جيم ميم لام جمل. طيب ايه تاني يا كيجي خدناه برضو فيها حرف جيم؟ ها ها نشوف، بنشوفه طويل ده، برافو عليكوا، ده اسمه ايه؟ برج. ايه حروف كلمة برج؟ ب را جيم برج. يبقى تاني الكلمات اللي بيها حرف الجيم: جرس جيم را سين جرس، جمل جيم ميم لام جمل، وهنا هنكتب كلمة برج: ب را جيم برج. ممكن تاني أي كلمة كيجي أنت حافظها فيها حرف الجيم، حتى لو كلمة خارجية أنت ممكن تكتب. طيب تاني حرف ده حرف إيه ده؟ برافو، حرف الإيه؟ العين. طيب إيه الكلمة اللي فيها حرف عين؟ إحنا خدناه بناكله، برافو عليكوا، كلمة عسل. إيه هي حروف كلمة عسل؟ إحنا حافظينها كلها. ايه هي؟ عين سين لام عسل. وايه تاني يا كيجي برضو؟ نوع من الحيوانات، برافو عليكم، الضبع. ايه حروف كلمه ضبع؟ ض باء عين ضبع. يبقى هنا هنكتب عسل وهنا هنكتب ضبع. طيب اديني كمان نقط. ايه تاني يا كيجي؟ ها دي اسمها ايه؟ عين. اسمها ايه؟ عين. طيب يلا ملي نفسك كده، ع يبقى هنكتب هنا عين، ي ي وبعدين النون، دي كلمة عين. عين ي نون عين، يبقى عين عسل وعين ضبع وعين عين. طيب الحرف الأخير ده حرف إيه ده؟ حرف الميم. ها إيه الكلمات اللي الكلمة اللي إحنا عارفين نكتبها فيها حرف ميم؟ برافو، كلمة أم. إيه هي حروف كلمة أم؟ ألف همزة وميم، بقت كلمة إيه؟ أم. وإيه تاني يا كيجي؟ ها اللي إحنا بنشوفها بالنهار دي اسمها إيه؟ شمس، برافو. إيه هي حروف كلمة شمس؟ شين ميم سين شمس. طيب ومديني كمان نقط هنا برضو. إيه تاني برضو؟ إيه الكلمة اللي فيها حرف الميم؟ ها اللي هو من الفواكه، برافو عليكوا، كلمة ماوس. ميم واو زي ماوس، يبقى ميم أم وميم شمس وميم ماوس. وفي كلمة تانية، هي الكلمة اللي احنا بنطلع، الكلمة اللي احنا واخدينها بنطلع عليه اسمه ايه؟ سلم. طب ايه حرف كلمة سلم؟ سين لام ميم سلم. السؤال اللي بعد كده كيجي، السؤال اللي بعديه اكتب اسم الشكل. بص كده هو مديلك اشكال اهي، هو مديلك الشكل بس مديلك كمان نقط تحتيها وعايز يعرف اسم الشكل ده ايه. طيب الشكل ده احنا اسمه ايه يا كيجي؟ برافو عليكوا، اسمه شمس. ايه هي حروف كلمه شمس؟ شين ميم سين شمس. كيجي وانت بتكتب كلمه شمس ما تنساش النقط بتاعت الشين، حبه الملح اللي انا قلت عليهم اللي هم ليها كام نقطه؟ ثلاث نقط مع بعض، شين ميم سين شمس. طيب الصورة اللي جنبيها دي صورة ايه؟ كأس، برافو عليكم، كاف وألف همزة سين كأس. طيب يا كيجي وانت بتكتب كلمة كأس اوعى تخلي الألف الهمزة تمسك في ايد السين، علشان الألف الهمزة احنا قلنا من الحروف الايه؟ الأنانية الشقية، مش بتحب تمسك في ايد حد. يبقى كاف، كاف الصغيرة عشان الحرف بيجي في أول الكلمة، وبعد كده هنفرد دراعها وماسك في ايديها ألف الهمزة، وبعد كده هنكتب حرف الايه؟ السين. طيب يا كيجي السين هنكتبه كبير ولا صغير؟ لا هنكتبه كبير عشان هو خلاص جاي في آخر الكلمة. طيب بعد كده دي صورة ها
اللي احنا بنلعب بيها دي اسمها ايه؟ برافو عليك، اسمها كرة. ايه هي حروف كلمة كرة؟ كاف را تاء مربوطة كرة. طيب برضو أول الكلمة فيها حرف الكاف هنكتبه صغير وهنفرد ايه؟ دراعها. ماشي، وايه اللي هيمسك فيها؟ حرف الراء، حرف الزحليقة. خلاص كتبنا حرف الراء، وبعد كده التاء المربوطة. اوعى تخلي الراء تمسك في ايد التاء المربوطة، علشان برضو الراء من الحروف الأجنية الشقية، ما بتحبش تمسك في ايد حد. يبقى كاف را تاء مربوطة كرة.